موعد يتكرر مرتين أسبوعيا بين سوزان وهذه الطفلة في مدرسة مجتمعية داخل أحد الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية، ولمدة ساعتين تجلس معها لشرح المواد الدراسية. قبل سنوات كانت سوزان مكان هذه الطفلة في نفس المدرسة، وعندما أصبحت في الجامعة تطوعت لترد جميلا تقول إنه غير حياتها. المجهود الحلو اللي كانوا بيبذلوه معانا وكده خلاني متشجعة قوي إن أنا لما عرفت إن الجمعية فتحت إن أنا رجعت أقدم معاهم تاني. كانوا حلوين قوي وكانوا دايما بيطبطبوا، كانوا كويسين معانا عامة، يعني زي ما احنا يعني كنت بشوفهم وأنا صغيرة. دلوقتي كنت يعني بحب إن أنا أعمل ده مع البنت بتاعتي دلوقتي. هذا النظام التعليمي يعتمد على مرافقة متطوعة يطلق عليها الأخت الكبرى لفتاة تكون الأخت الصغرى، وتصبح بمثابة مرشدة لها في التعليم وأيضا في الحياة. بنشتغل على 4 محاور مهمين. أول محور هو محور التعليم، تاني محور هو محور البناء النفسي والثقة بالنفس للبنت الصغيرة والكبيرة، تالت محور هو محور التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين، عشان كده دايما المشروع عندنا دايما يبقى 50% مسيحيين و 50% مسلمين، ومحور القيادة والمبادرة، وده بيبقى في شكل مبادرات مجتمعية بتقودها البنات في نهاية المشروع. يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تقليل نسب التسرب من التعليم وتخفيف عبء دروس التقوية التي تستنزف ميزانية الأهالي، وهو نموذج ضمن مبادرات متعددة تقوم بها جمعيات مجتمع مدني للمساعدة في إصلاح خلل منظومة التعليم الأساسي. تشرف على هذا المشروع منظمة كوبتيك أورفانز، وهي منظمة خيرية أسسها أمريكيون من أصول مصرية، وتقول المنظمة إنها ومنذ تأسيسها في 80ات القرن الماضي ساعدت نحو 65,000 طفل على إكمال تعليمهم. كل مجهود وكل شغل كوبتيك أورفانز ده مبني على الأقباط اللي عايشين برا مصر وعندهم إحساس جامد وإحساس بمسؤولية وحب للناس اللي في مصر. إحنا مغطين أكتر من 800 قرية ومدينة في مصر كلها من إسكندرية لحد أسوان. ظاهرة التسرب من التعليم وصلت وفق إحصاءات رسمية صدرت العام الماضي إلى نحو 150 ألف طالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، وفي عام 2017 وصل العدد إلى نحو 1,000,000 طالب بما فيهم المرحلة الثانوية. وتقول وزارة التربية والتعليم إنها تحقق تقدما في مواجهة هذه الظاهرة. الوزارة بتفتح فرص وأفاق إن الطلبة المتسربين بالتعليم تكون المدرسة جاذبة. الطالب المتسرب من التعليم ده لما بيرجع المدرسة المجتمعية أولا ده جاي باختياره وبالتالي بينجح. إحنا النهاردة المدارس دي مفتوحة بدون أي مصاريف، كل حاجة متاحة، في دعم موجود ليهم، في شمول مالي موجود ليهم، بندي للأب عشان ما يسربش ولاده ويتجه إلى الحاجة إلى المال. وفي مطلع العام الجاري رفض مجلس النواب المصري قانونا تقدمت به الحكومة لفرض غرامات على أولياء الأمور إذا ما انقطع أبناؤهم عن التعليم، بالإضافة إلى حرمان الأسرة من خدمات الدعم الحكومي. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.